سياسات القمع الممنهج التي تتبعها الميليشيات الحوثيه ضد الصحفيين او المؤسسات الصحفيه المخالفه للتوجهات الحوثيين، سلطت الضوء عليها صحيفه الجارديان البريطانيه في تقرير جديد. تحدثت فيه الصحيفه عن وضع اربعه صحفيين يمنيين تعرضوا للتعذيب طيله سنوات والان يواجهون مصير الاعدام في سجون الحوثي بتهمه التخابر. هؤلاء الصحفيون مجرد أمثلة على حالة تطال عشرات آخرين اختطفتهم ميليشيات الحوثي ضمن ثمانية عشر صحفيا وزجت بهم في معتقلاتها منذ عام 2015 واجه الصحفيون الثمانية عشر شتى أنواع التنكيل والتعذيب النفسي والجسدي منهم من قضى تحت هول التعذيب ومنهم من تم الإفراج عنه ضمن صفقات تبادل الأسرى وعدة محاولات منذ ذلك الوقت للإفراج عن الصحفيين الأربعة المتبقين من ضمنها محاولة قام بها الاتحاد الدولي للصحفيين باءت بالفشل لرفض الحوثي الإفراج عنهم ومحاولات حثيثة سابقة من قبل منظمات دولية كمنظمة العفو التي أشارت إلى أن الصحفيين العشر المعتقلين في سجون الحوثي اعتقلوا بتهم ملفقة لقيامهم بعملهم كما أن القمع الحوثي الممارس ضد الصحفيين بحسب غارديان ادى منذ بدء الحرب الى مقتل 132 صحفيا تحت التعذيب في سجون الميليشيات وفقا لمنظمه امهات المختطفين. اضافه الى ان هناك اكثر من 26 صحفيا قتلوا على يد الحوثيين اما بالقنص او القصف المدفعيه او استخدامهم كدروع بشريه في مواقع حساسه تابعه للميليشيات. ووفقاً لإحصائيات نقابة الصحفيين اليمنيين، فمنهجية الحوثيين المتبعة ضد العاملين في الصحافة تسببت بهروب أو هجرة نحو 90% من الصحفيين العاملين في صنعاء سواء لمناطق الشرعية أو خارج اليمن.